مرحبا. بداية أخبارنا مع السلطات التركية وحملة لمراقبة كل يلي بيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ويلي بيصدر من تعليقات وانتقادات بتتعلق بأزمة الاقتصاد التركية والانحدار غير المسبوق بقيمة العملة المحلية. وذكرت وزارة الداخلية التركية أنه تم رصد 346 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا تعليقات تحريضية حول تراجع قيمة الليرة، ورح يتم البدء بإجراءات قانونية. ننتقل لباريس، حيث أنشأت البلدية حمامات عامة على طول نهر السان بتسمح للمواطنين باستخدامها بشكل مباشر على مياه النهر، الشيء اللي أثار غضب واسع واستنكار العديد من سكان العاصمة يلي طالبوا الحكومة بإزالتها. والبلدية وضعت عدد من هالمراحيض الحمر يلي جواتهم قش طبيعي لمنع انتشار الروائح الكريهة على جوانب النهر بهدف محاولة مكافحة التبول على الطرقات، كما أنه كل المعارضين عم بيمضوا على عريضة ليقدموها رسميا للبلدية. أما البلدية فأكدت على أهمية هالمراحيض لمنع الناس من توسيخ الشوارع العامة السياحية. وإلى فيديو انتشر للاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سبب تحويله من قبل النادي إلى الشرطة المحلية. وبالفيديو بيظهر صلاح بسيارته عم بيسوقها ببطء هو وعم بيستعمل الموبايل، الشيء اللي طبعا ضد قوانين المرور البريطانية. وقام أحد المعجبين بتصوير هالفيديو ونشره لما كان عم بيحاول يحصل على مضية من صلاح. أما الشيء الثاني بالفيديو اللي أثار جدل على السوشيال ميديا فهو تجاهله المعجبين، وأجت ردود الفعل مختلفة عبر تويتر خاصة من المستخدمين الإنجليز، حيث اعتبر البعض أنه صلاح منه شخص لطيف، والبعض الآخر دافع عنه وقال أنه ما بيقدر يتفاعل مع المعجبين هو وبالسيارة ولازم تحترم الناس خصوصيته. مو There's a boot behind me. Come on, Mo. Mo? Too much money. Mo? لهون بنكون وصلنا لنهاية ترندز يلي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا.